الوصفة بسيطة جدا جدا وسهلة، يعني حتى المبتدئين بالطبخ يقدرون يسوونها، ما يبي لها شيء، سهلة سهلة. بس المفروض أسويها على الفحم، لكن والله تالي الليل وبرد، فما لي خلق أقعد بالحوش، فبسويها على الشولة. وصفتنا اليوم كبسة حمراء، كبسة بر. أول شيء بحط قفشة كبيرة سمن، اوكي، وبحط كمية كبيرة من البصل، عندي هني 4 بصلات حق ديايتين، طبعا شغل سريع سريع لان حدنا ميتين من اليوع. وهذا ألذ شيء ممكن تسوونه تالي الليل، يعني شيء كذي سريع تنقنقون فيه حق يوع تالي الليل. بحط دارسين، دارسين يعني قرفة، وبحط بهارات، حب بهارات مشكلة اللي تضيفونها انت وحق، المكبوس، فوح، لحم، نفس البهارات، اوكي، وبحط بهارات مشكلة مطحونة او مجروشة. هذه البهارات المجروشة او المطحونة، اوكي، هي مطحونة طحن خشن يعني. ايضا احط قرشة، ابي البصلة تنقلي مع البهارات علشان تعطيني نكهة لذيذة حق الكبسة. بعدين اضيف الدياي. تينن تينن ريحة البهارات مع الحمسة، يعني مع البصل والسمن. طبعا تقدرون تحطون زيت حق اللي ما يحب السمن، انا احب اطبخ بسمن. الحين احط قطع الدياي، وبحط علب فلفل حار، اوكي، عندي هني ثوم مدقوق، هذا بضيفه بعدين حق الكبسة. دايما انسأل ليش تحطين ثوم بقشرة، هذا اغسله انظف عدل واقطه مع الدياي او مع اللحم، يذوب بنات بعدين تاكلونه مع العيش، يصير طعمه فظيع، تروح منه ريحة الثوم، يعني ما يسوي ريحة بالحلج، وبنفس الوقت طعمه وايد لذيذ مع الاكل. اوكي، حط الثوم المدقوق، بحط لومي اسود، اوكي، طبعا غسلته نظفته وقضيته بالسكين علشان يدخل فيه ماي وما يصير ناشف، لان بعد وايد نسأل ليش اللومي، نسوي اللومي يصير ناشف ما في ماي، لازم تقضونه بالسكين قبل لا تقطونه بالمرقة او بالمكبوس او بالكبسة. احنا ما نضيفه حق المكبوس، نضيفه حق الكبسة فقط والمرقة. الحين بضيف معجون الطماط، لان كبسة حمراء فلازم يكون فيها طماط، وتقدرون تضيفون طماط فرش مضروب بالخلاط، انا بكتفي بمعجون الطماط. اوكي، بحمس المعجون بروحه، بعدين اقلبه مع الدياي، او اقلب الدياي مع المعجون. نبدي نقلب الدياي، بسم الله، بضيف الملح، انا للحين ما ملحت الدياي، بضيف راس ثوم، اوكي، بقشرة،
ريحه الدي اي صارت تينن ريحه الحمسه. يعني الحين شو اسوي بعد ما خلاص الدي اي انحمس وطلعت ريحه البهارات والمعجون؟ اضيف البطاط، بطاط كامل قشرته، الحين اصوره لكم. بطاط كامل حجمه مو وايد كبير، متوسط، قشرته. ليش ما قصيته؟ عشان لا ينهرس بعدين، لان بكت العيش عليه عرفتوا، فما ابي انا ينهرس، ابي ظل محافظ على شكله. فاقطع الحين واحمس كذي بدقيقتين، بعدين اصب الماي الحار وبس وخلصنا. اتوقع ماكو اسهل من كذي، ماكو اسهل من كذي صدق. طبخه حق يعتال الليل. شغلي كله جاهز، اصب الماي الحار. بسم الله. بس وسلامتكم. الحين بغطي جدري وبخلي الدياي يطبخ على نار عالية لين يستوي 3/4 استوى، بعدين أكت العيش. ليش ما خليه يستوي 100%؟ لأنه هو بيطبخ بعد مع العيش عرفتوا، فكافي 3/4 استوى كافي. يلا نرجع لكم بعد قليل إن شاء الله. بهذه الأثناء بغسل العيش ونقعه، بسوي سلطة، بنجهز خضرة، بنشوف إذا في معبوش ولا ما في، نسوي معبوش وبس. لحظة قررت أضيف شيء، فلازم يعني تشوفون عشان ما يصير فيه أسرار. بسم الله. شوفوا، بضيف مكعبات مرقة دياي. طبعا مو شرط تضيفون إذا ما تحبون، أنا لتعزيز النكهة يعني بضيف. أوكي، إذا ما تبون لا تضيفون، يرجع لاختياركم أو ذوقكم. نشيك على عشاننا. خلاص اتوقع دياي استوى، على الاقل استوى 3/4 استوى. هذوب المرقة اول شيء، اللي ماي العيش اللي بطبخ فيه العيش. لذيذ. شوف دياي مستوي. اي بس كافي. شوفوا البطاط. يلا نكت العيش. بسم الله الرحمن الرحيم. بخلي مايه زايد شويه احلى. سوينا سلطة، سلطة عادية، سلطة خضراء يعني طماط، خيار، بصل، بصل أبيض الحين بنحطه، خس، بقدونس وملح وليمون ونعناع مجفف وشوية زيت زيتون. أعطيني النعناع، لحط شوية، شوية نعناع مجفف وبس وبالعافية. بنشيل طبعا حق اللي ما ياكلون بصل، بعدين بنحط البصل. وهني سلمكم الله العيش نشف مايه. انا خليت مايه اليوم زايد لان حالات العيش الاحمر يكون شويه ملبوش، ما يكون نثري. يما الريحه، يما ما شاء الله تبارك الرحمن، شيء خيال خيال. انطر الماء ينشف علشان اغطي الجدر واقصر على الشوله واخليه تقريبا 20 دقيقه. الحين بضيف كم علب فلفل حار. ليش ما ضفتهم من البداية؟ لأن إذا طبخ مع الدياي راح يصير الأكل حار، فأضيفهم الحين بعد ما نشف ماي العيش، يعني يصير الفلفلة كذي مستوية وما تخلي الأكل حار عرفتوا. بس بغطي جدري ونرجع لكم بعد قليل وقت النشاب. يلا بسم الله نشيك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام يا سلام، وطبختي جاهزة. بشيل الفلفل واللومي وبقلب الجدر.
يلا بسم الله نقلب جدرنا. بسم الله الرحمن الرحيم. عاد أنا أخاف صراحة من المهمات الصعبة هذه، بس إن شاء الله أقدر. كل مرة خلي إخواني هم اللي يقلبون، اليوم ماكو أحد من غير شر. لحظة لحظة. بسم الله. عاد شوفوا إذا ما نقلب الجدر الفيديو هذا ما راح تشوفوني، وإذا نقلب بينزل. والله قلب الأحمر. بسم الله. والله إني بطلة، والله إني بطلة. الحمد لله قلبنا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. وهلا والله، هلا بالحكوكة، هلا. رفعي رفعي التليفون فوق. يا رب. هذه الشقرة، خلوا عنكم اللي متحمرة زيادة. هذه شوفوا جمالها، شوفوا جوي الحكوكة، جوي. بسم الله الرحمن الرحيم. أبي الطعم. لحظة الحين عاد خلنا نكسر كيكتنا هذه عشان يبين العيش. وعطوني سلطة، خل أزين طبختنا بالسلطة عشان تصير صج كبسة بر. خل أشيل شوية من الحكوكة. أعطيني صحن ثاني أحط فيه الحكوكة. شوفوا البطاطا، شوفوا من خشة عشان ما حد يشوفها. هاتش طبعاً عشان تصير كبسة بر لازم نزينها بسلطة. الحين بزينها بالسلطة، ولازم ليمون مصري. ما أدري ليش أنا الليمون المصري يرتبط معاي بالبر، ما أدري ليش كله يعني يكون موسمه فترة الشتاء، وإذا رحنا طلعنا كشتة ولا مخيم ولا شيء يكون موجود. المهم إنه يذكرني بالبر. حط شوية سلطة. طبعا إحنا نقدم السلطة بصحون، بس هذه بس كذي عشان تعطينا طابع البر، عرفتوا؟ عشان نحس إنه صج كبسة بر. لحظة بعد، علشان تصير كبسة بر لازم شنو؟ لازم بصل أبيض كذي شرايح فوق الأكل. وهني ومليون عافية. أتمنى تجربون كبستي البسيطة وتقولوا لي رأيكم، أنا وايد أحبها. ما شاء الله تبارك الرحمن، اللهم أدمها نعمة واحفظها من الزوال. هذه الكبسة جاهزة. طبعا لازم ملحقات الكبسة، هني عندي الخضرة والروبة، ما يصير كبسة حمراء بدون روبة، والسلطة الخضراء، والحكوكة حبيبة أهلي، ما يأكلون عيش بدون حكوكة، مستحيل، لازم حكوكة. حين على ذنكم بنتعشى. أتمنى سهرة اليوم عجبتكم، ونلتقي باكر إن شاء الله. باي باي. ما نسيت الفيديو التشويقي. لحظة شيخ، أعطيه كذي عصرة ليمون وعصرة لومية بعد. دقيقة أوكي. ودياية. لحظة حار. وشوية روبة. أعطيني دقوس بوديتش. لحظة فتشي عشان تكتمل اللقطة التشويقية. بحط لي بعد قطعة بطاط. دقيقة. يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. لحظة نسيت أخذ حكوكة. لحظة، أحلى شيء مع الطبخ الحكوكة. بس شكرا. هذه عاد لعيونكم مع حكوكة. بسم الله. ويلا عاد الحين صج أخليكم. باي باي.